حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي مكملين مع بعض يونت 3. النهاردة عندنا درس جميل جدا جدا جدا، هنخلص مع بعض ليسن 4 وكمان بروجكت مشروعنا الجميل. نقرأ الأول كلماتنا ونركز مع بعض. سمارت سمارت سمارت، school uniform school uniform، short sleeved short sleeved، checked checked checked. خلي بالك بننطق الاي دي هنا ت علشان اخر صوت ك، checked checked checked. feast feast feast، bell bell bell، تاي تاي تاي، مكسيكو مكسيكو مكسيكو، سومبريرو سومبريرو، نوع من أنواع القبعات مصنوع من الجوخ، قبعة المكسيكية سومبريرو سومبريرو، تراوزرز تراوزرز تراوزرز، كالرفول كالرفول، bright bright bright، celebration celebration celebration، vest vest vest، linen linen linen، style style style، silver silver silver، leaflet leaflet leaflet، trousers colorful bright celebration vest linen style silver leaflet. تعال نشوف مع بعض طلبة اللي قدامنا. كل طالب بيتكلم على his school uniform لو ولد، her school uniform لو بنت. student ايه؟ I really like our school uniform. في البداية أنا حقا أحب الزي المدرسي. Everyone كل واحد. Everyone wears a short sleeved white shirt. كل واحد موجود في المدرسة بيرتدي قميص لونه أبيض ذات الأكمام القصيرة. Sleeved sleeved أكمام، short sleeves ذو كم قصير. The girls wear a blue skirt 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 يعني جيبة. البنات ترتدي جيبة ذات اللون الأزرق، اللون طبعا قبل الاسم يا شباب. a blue shirt قميص أزرق، a blue skirt جيبة زرقاء. and the boys wear blue trousers. مركزين مع بعض هنا، سكيرت واحدة بس علشان كده كتبنا A blue skirt A blue skirt. هنا بنطلون، قلنا قبل كده البنطلون وأي قطعة قماش مكونة من جزئين زي shoes زي socks كمان زي shorts معاملة الجمع. The boys wear blue trousers. We all have to wear. Have to معناها يجب، شيء إلزامي. طبعاً الزي المدرسي إلزامي، لازم ترتدي الزي الخاص بمدرستك. We all have to wear white socks. يجب أن نرتدي الشرابات ذات اللون الأبيض and black leather shoes. Black leather shoes. اللون الأول، بعد كده المادة الخام، بعد كده الاسم. اللون، المادة الخام، الاسم. Black leather shoes. لو حذاء لونه أسود مصنوع من الجلد يبقى black leather shoes. لو لونه بني مصنوع من الجلد brown leather shoes. حذاء أبيض برضو مصنوع من الجلد white leather shoes. لون، بعد كده المادة الخام، بعد كده الاسم.
It doesn't get very cold here. It doesn't get very cold here. الجو ليس بارد جدا هنا. But ولكن when it does لما يكون الجو بارد we can wear our blue sweaters يمكننا أن نرتدي السترة الزرقاء الخاصة بنا. student P الطالب الثاني I wear a pale blue shirt. A pale blue shirt. أرتدي قميص أزرق ولكن فاتح شوي. Pale, pale. A pale blue shirt. شايفين الوصف الأول وبعد كده اللون وبعد كده الاسم. الوصف بعد كده اللون وبعد كده الاسم. A pale blue shirt. قميص أزرق فاتح. طيب يا أبطال لو عايز أقول قميص أحمر فاتح a pale red shirt، عايز أقول قميص أخضر فاتح a pale green shirt، لو عايز أقول غامق طيب هقول إيه؟ هو هيقول لي دلوقتي حالا dark blue trousers، dark غامق، dark blue trousers. تراوزرز يا مستر علشان دول معاملة الجمع فردتين زي ما شايفين في الصورة اهو قدامنا. يس لازم أطقم اليونيفورم بتاعي وأبقى سمارت وأبقى أنيق فاتح على غامق هتبقى حاجة جميلة جدا. I wear a pale blue shirt and dark blue trousers. We have to لسه قايلين have to معناها إيه؟ يجب. We have to wear a tie. Tie كرافتة. أيوة شايفين الكرافتة دي؟ A tie, a tie, a tie. الولاد بس خلي بالكم. It's dark blue. لونها أزرق غامق زي ما شايفين في الصورة. A dark blue tie. A dark blue tie. بس في حاجة جميلة في النص كده. نفتح الكرافتة شوية. ونخلي فيها ايه light blue stripes light blue stripes يعني خطوط زرقاء فاتحة اللون. The girls in my school also ايضا wear a pale blue shirt. البنات كمان بترتدي قميص فاتح زي ما شايفينه لونه ازرق. But they don't wear trousers. لا يرتدوا البناطيل. They wear a blue white checked skirt. A blue لونها أزرق وكمان white blue and white أزرق وأبيض أدي لونين a blue and white. جيبة فيها مربعات زي ما شايفين في الصورة أهو. A checked skirt ذات المربعات اللون الأول. اللون الأول أهو وبعد كده checked skirt. The girls don't have to wear a tie. غير مضطرين don't have to. Don't have to غير مضطر. يبقى خدنا وتعلمنا have to يجب أن مضطر أن I have to. They have to. We have to. You have to. لكن لو قلت he has to. She has to. النفي بتاعها don't have to, I don't have to, you don't have to, they don't have to. The girls don't have to wear a tie. غير مضطرين ان يرتدوا كرافات. Student C الطالب الثالث. Our school uniform is really smart. أنيق جدا جدا. We have to. Wear a white shirt. يجب أن نرتدي قميص لونه أبيض. And a red tie. اللون الأول. A red tie. كرافتة. Gray skirt. خلي بالك درجة اللون في الأول ممكن أقول a pale. A dark gray.
أبيل جراي، وبعد كده الملابس سكيرت شيرت على حسب اللي أنا بوصفه، and a blue jacket and a blue jacket and a blue jacket. الصوت واضح دلوقتي، ممكن نكتب في التعليقات our school uniform is really smart. ساعات تختفي. yes يعني هو يعني yes هو حاضر، دلوقتي عادي نظبط شغال حلو، وأوقات تانية يعني نظبطه. حاضر حاضر نظبطه. تمام. yes we have to wear a white shirt with a red tie. We wear a dark gray skirt. بعد كده student D. The girls and boys have different uniforms at my school. الأولاد والبنات عندهم إيه؟ زي مختلف تماما. The boys wear light green shorts. يرتدوا شورت لونه أخضر فاتح and long socks. ويرتدوا كمان لونج جرين سوكس. انا عايز اقف شويه عن لونج جرين سوكس، بمعنى ايه؟ شرابات ذات اللون الاخضر طويله. هنبدا الاول بالسايز المقاس لونج، بعد كده اللون، بعد كده الاسم يا ابطال. طب ممكن اضيف الماده الخام؟ طبعا ممكن اقول long green cotton socks. long green cotton socks، ما لسه قايلين من شوية اللون بعد كده المادة الخام. الوصف الأول long، بعد كده اللون، بعد كده المادة الخام، وفي الآخر الاسم. we wear white shirts. نرتدي قمصان ذات اللون الأبيض. and we've got a dark red sweater. كمان عندنا سترة ذات اللون الأحمر الغامق. for when it gets ما يصبح الجو إيه؟ زي أختي مختلف. she blue skirt shirt وتيشيرت أصفر اللون. student E our uniform is a dark blue skirt. ما تنساش درجة اللون الأول dark غامق، بال فاتح، بعد كده اللون، وبعد كده الاسم. a dark blue skirt for the girls. for the girls البنات بترتدي جيبة زرقاء بس غامقة شوية. and the or dark blue shorts ممكن يرتدوا شورت أزرق غامق كمان داكن. for the boys الأولاد بقى، الأولاد بترتدي شورت لكن البنات بترتدي إيه؟ سكيرت. a pale blue cotton shirt درجة اللون الأول بيل، بعد كده اللون، بعد كده المادة الخام material المادة الخام، وبعد كده الاسم. a pale blue cotton شيرت درجة اللون، اللون نفسه، المادة الخام، الاسم. احفظ معايا الترتيب: white socks شراب لونه أبيض and black shoes وحذاء أسود. when it's cold عندما يكون الجو بارد we wear dark blue vests سترات ذات اللون الأزرق الغامق or jackets أو معاطف أو جواكت. I like my uniform أحب الزي خاص بي. إزاي أستخدم الصفات؟ المقاس الأول size، بعد كده العمر age، بعد كده color اللون، بعد كده المادة الخام والاسم اللي أنا بتكلم عليه. size big small
long short. بعد كده العمر old new. اللون طبعا ممكن يكون green red yellow black blue purple pink. وبعد كده المادة الخام زي cotton، زي ايه كمان leather، زي wool، زي linen. I wear a cotton shirt. المادة الخام الأول وبعد كده الاسم. عايز أقول قميص أصفر طيب مصنوع من القطن. I wear a yellow cotton shirt. عايز أقول طيب مقاسه كبير شوية. I wear a big yellow cotton shirt. ممكن في ترتيب الصفات أضع كوما. She likes wearing white cotton clothes. Color, material, الاسم. She bought a small. هنا السايز المقاس. زي ما قلنا ممكن نقول small، ممكن نقول large، ممكن أقول long، ممكن أقول short. بعد كده age العمر new old. بعد كده المادة الخام leather. بعد كده الاسم a small new leather. يبقى ترتيب الصفات تاني مع بعض هقولهم ازاي؟ ركز مع مستر نصر. ممكن اقولهم بالاختصار سكم. ايه سكم ده؟ هبدأ الاول بالسايز المقاس. بعد كده ايج، خدت الحرف الاول من كل كلمة. بعد كده color، بعد كده material، المادة الخام، yes سكم احفظها. سكم الاس سايز المقاس الاول. بعد كده ايج العمر، ممكن يكون ايه، ممكن يكون old، ممكن يكون new، ممكن يكون modern. السايز ممكن يكون ايه، ممكن يكون large، ممكن يكون small، ممكن يكون long، ممكن يكون short. color كلكم متميزين حافظين الوان كتير طبعا، green red اي لون. material مادة الخام اللي مصنوعة من الاسم. ممكن الاقي leather جلد، ممكن الاقي wool صوف، ممكن الاقي cotton قطن، ممكن الاقي linen الكتان. مواد خامة كتير، ممكن بلاستيك، مفيش مشكلة. يبقى ترتيب الصفات size age color material. size age color material. بعد كده بيجي الاسم طبعا، ما تنساش اللي انا بتكلم عنه. لو هو مفرد اقول اه زي هنا في الصورة. يلا ركز يا بطل. اه الصفة. بعد كده الاسم هنا اسم مفرد بنقول باج، عشان كده خدنا اه. تعال نحل مع بعض ونشوف الحل بتاعنا صح ولا لا. اكتب اجابتك في التعليقات وركز معايا دلوقتي، هنعرف اجابتك صحيحة ولا لا. She wore a ايه؟ هل ممكن اقول green cotton؟ ممكن اقول cotton green ولا cotton green تاني من غير كومة، ولا cotton green وكومة؟ اتفقنا ايه اللي يجي الاول يا ملك؟ الكولر الكالر. يبقى اجابتي هنا ايه؟ جرين كوتون. جرين كوتون اللون يجي الاول وبعد كده المادة الخام. He had to wear orange old hat. old old orange hat في كومة. old hat orange. هات اولد اورنج.
تفضلي يا جودي. رقم سي اولد هوت اورنج Old orange hat. اصغر نت Letter B. Old orange hat. Number three. That bought me new white, white new, cotton new, cotton white. أول ما تشوف المادة الخام الأول قبل الصفة الثانية يبقى دي غلط ودي غلط. يبقى عندي حاجتين. New white ولا white new؟ لا، المقاس يجي الأول. يبقى إجابتي هنا إيه؟ New white. نيو وايت New white طبعًا. إزاي أتكلم وأوصف الملابس المفضلة ليا؟ هقول my favorite clothes are، مثلا هقول أي ملابس أنا برتديها، black shoes، black trousers، I have a، لدي إيه وإيه؟ I also like، بحب إيه؟ They are my favorite، هم مفضلين بسبب إيه؟ My favorite clothes are shorts and t-shirts. I have a small new leather bag. الحجم الأول، بعد كده العمر، بعد كده المادة الخام والاسم. Which is light blue، لونها أزرق فاتح. Light فاتح كمان، أيوة زي بيل. I also like linen skirts، بحب الجيبات الكتان. They're my favorite because they are comfortable، مريحين جدا جدا. تعال نشوف مع بعض البروجكت، المشروع هنتكلم على جابان. They are from Japan. عرفتهم ازاي؟ من ملابسهم. She is from India. He is from Finland. Clothes in Mexico. What is the Mexican hat called? ماذا تسمى القبعة المكسيكية؟ These girls are wearing traditional Mexican dresses. Traditional معناها تقليدي، عكسها modern. Traditional Mexican dresses. Traditional تقليدي. Traditional. Look. They're very colorful. زاهي الألوان. There are lots of colorful stripes. يوجد الكثير من الخطوط الملونة on the dresses، زي ما شايفين في الصورة، في خطوط كتير أو ملونة. Girls in Mexico wear dresses like these during أثناء أو خلال. During feasts الأعياد. Celebrations احتفالات. Celebration احتفال. Celebrations احتفالات. During أثناء أو خلال. Mexican girls love bright colors. الفتيات المكسيكيات بيحبوا الألوان الزاهية، الألوان اللامعة. Bright colors. Even حتى when they are not celebrating. حتى عندما لا يحتفلون. They wear bright colorful clothes. بيرتدوا ملابس زاهية الألوان ولامعة كمان. Bright colorful clothes. People in Mexico. ركز معايا، السؤال ده بيجي كتير في التدريبات. People in Mexico wear hats. بيرتدوا قبعات. ليه طيب الناس بترتدي قبعات؟ To protect their faces from the sun. لكي يحموا وجوههم من أشعة الشمس. This is a sombrero. قبعة كبيرة أوي أوي زي ما شايفين
في الصورة. It's a traditional Mexican hat. It's a traditional Mexican hat. يبقى لما يقول لك what is a sombrero هتقول له it's a traditional Mexican hat، قبعة تقليدية مكسيكية. There are lots of different styles of sombrero. في الكثير من الأشكال. Some have stripes. بعض من القبعات لديها خطوط. Some are very colorful. بعضها ملون جدا. Some even have gold and silver on them. في البعض كمان يضع ذهب وفضة على قبعات بتاعتهم. There are lots of different styles of sombrero. Some have stripes and some are very colorful. Some even have gold and silver on them. Don't fear, Mr. Nasr is here. مع مستر نصري مفيش مستحيل. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك وتعليق جميل منك علشان نكمل. انتظر الامتحان الأول والثاني على يونت 3.